نلتقيكم اليوم في واحدة من أقدم مدن سومر والأكثر تعرضاً للنهب في التاريخ. أهلاً بكم في المنكب. قرب مدينة الرفاع التي تقع إلى الشمال من الناصية بحوالي 80 كيلومترا، إلى الغرب منها بحوالي 21 كيلومترا بخط مستقيم، ثمت تلول آثارية ضاربة في القدم مثل ما هو الحال في مواضع كثيرة من أرض الرافدين. عرف المنقبون إن في تلك التلول الرفاعية قد قامت مملكة عظيمة، وعرفوا إن اسمها كان أوما، لكنه ولقلة التنقيبات ثار جدل بين العلماء فيما إذا كانت أوما تقع في موقع تل العقارب اسمها القديم قشبان أو غيشة أم في تل جوخة، ففريق يرى هذا وفريق يرى ذاك. وفي الموقع، أعني قرب الرفاع وناحية الفجر القريبة منها بحدود 25 كيلومترا، إضافة إلى تل العقارب وتل جوخة، هناك تل إبزيخ ذي الاسم القديم زبالة 8 كيلومترات شمال جوخة، وتل شميت المعروف عند الأثريين بمدينة كيان ومدينة شاكوب التي لا يعرف موضعها إلى الآن. فأما زبالة التي تعرف أيضا بزبالام فتقع عند تقاطع قناتي أوترنغال ونيناغينا على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة أوما، وكانت إلهة المدينة هي إنانا. أما كيان فقد كشفت التنقيبات المحدودة فيها عن حارات سكنية متلاصقة، ولا يبعد تل العقارب عن جوخة إلا بضع كيلومترات، ولم يعثر فيهما على ما يجزم أي الموقعين كان هو عاصمة المملكة العظيمة التي نشأت هناك. ضمت مملكة أوما السومرية جملة من المواقع الآثرية التي تتباين بعضها عن بعض بالحجم وبالمساحة، والتي تمتد على مساحة جغرافية كبيرة تقدر بعشرات الكيلومترات. وقد حددت المسوحات الأثرية التي قام بها كل من روبرت آدمز مواقع 1981، ورايت وتي عام 1972، وجيبسون في السنة نفسها، المستوطنات القديمة في المنطقة وأهم المواقع التي تشكل حدود أوما، إذ أبانت هذه المسوحات عن قدم السكن في هذه المنطقة واستمراره على مدى أكثر من 2000 عام ابتداء من منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. تحد مملكة أوما من الشمال منطقة تلول جدر في محافظة القادسية، والتي ربما كانت جزءا ضمن حدودها في بعض الحقب، ومن الجنوب منطقة الوركاء، ومن الغرب منطقة آداب، ومن الشرق مدينة جرسو. وتنتشر في المنطقة أطلال العشرات من البلدات التي كانت تؤلف الإطار الإداري لأوما في ذروة ازدهارها، والتي لم يتم استكشاف أغلبها حتى الآن.
استطاع الملك السومري لوغال زاغيزي أن يوحد جميع مدن سومر تحت قبضته ليؤسس مملكة أوما، أول إمبراطورية في بلاد الرافدين. يرى علماء الآثار أن أوما وبالتالي المملكة التي قامت منها كانت من أهم المدن التاريخية في حضارة وادي الرافدين المغلة في القدم، والتي رقدت على ضفاف نهر إدينو القديم لكونها من أهم ممالك فجر السلالات السومرية بحدود 3000 سنة قبل الميلاد. بدأ اسم أوما بالظهور بشكل واسع في حدود منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، وبشكل خاص في الوثائق المسمارية المكتشفة في موقع تلو الذي يضم أطلال مدينة جيرسو القديمة، وذلك في معرض تناول تلك النصوص للنزاع الدائر آنذاك بين أوما ولقش. وقد ورد اسم أوما أو قرئ بصيغ مختلفة وأشكال متنوعة، ولعله يعني السمك اللامع أو أرض السمك اللامع، ولعل مصدر اسمها سبق ظهور السومريين، وإنما يعود إلى ما يعرف في تاريخ علم الآثار بعصر الفراتيين الأوائل. لقد تجاوزت تسمية أوما إطار المدينة إلى إطار الدويلة أو المملكة، إذ أطلق الاسم على جميع المناطق التي خضعت لسيطرة سلالة أوما في عصر فجر السلالات، وقد بقي هذا الاسم يطلق على المناطق ذاتها حتى بعد أن فقدت أوما استقلالها في العهود التالية. والاسم الحالي لمركز المملكة أو المدينة الثانية فيها يعرف بتل يوخا أو تشوخا، وهو اسم محلي أطلقه السكان المحليون على الموقع، ويعني عندهم الفوضى أو الشيء المبعثر، إذ يعتقدون إن الغضب الإلهي الذي حل عليها بعثرها بعد تدميرها. لكن من المحتمل إن الاسم جاء من اللفظة السومرية التي تقرأ جيشوا. تقدر مساحة الموقع بحوالي 7 كيلومترات في مثلها، وتضم عدة تلول أبرزها التل الرئيس الذي يقع في الجزء الشمالي من الموقع، ويمتد بشكل طولي باتجاه الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، إذ يبلغ طوله بحدود 1000 متر وعرضه 500 متر، ويقدر ارتفاع أعلى نقطة فيه بحدود 15 مترا فوق مستوى الأرض المجاورة. وفي ناحية الشرق والجنوب الشرقي من الموقع تمتد منطقة واسعة تمتاز بالانخفاض، تعلوها سلسلة من الكثبان الرملية المتحركة بارتفاعات تتراوح ما بين 5 إلى 10 أمتار. أما موقع أم العقارب ففي منطقة شبه صحراوية تملؤها الكثبان الرملية، يحدها من الشرق مبزل المصب العام، فيما تبعد من الغرب مسافة 15 كيلومترا عن أحد الأنهار التي أنشئت حديثا بين محافظتي ذي قارة والقادسية. وتقدر مساحة الموقع بحدود 4 كيلومترات في مثلها، وهي مساحة تجعلها أصغر بكثير من موقع جوخ المجاور. استاذ
أستاذ عبد الكريم، باعتبارك القيم على هذا المكان، أريد أسألك، من الذي نقف في هذا الموضع؟ أول الهيئة نقفت هيئة عراقية، هيئة عراقية برئاسة الدكتورة نوال الدكتور دولي. بقوا هنا جيد كم سنة؟ بقوا الدكتور نوال المتوكل ودوني، الله يرحمه، دوني جورج، بلي بقوا حوالي 4 سنوات. 4 سنوات ينقبون في هذا المكان. سعة هذا المكان كم كيلو متر ترفع؟ 7 كيلومترات. كانت مدينة أوما تلجوخة بعيدة عن مجرى النهرين العظيمين دجلة والفرات، فمدت إليهما شبكة واسعة من القنوات لتسهيل النقل المائي في كلا الاتجاهين. وكانت مدينة زراعية ضخمة، قسمت أراضيها إلى 4 أقسام. ففي الشمال الغربي كان قسم دا أوما، وفي الشمال الشرقي كان ربع أبي سالة، أما الربع الجنوب الغربي فدعي باسم موش بيانا، فيما سمي الربع الرابع في الجنوب الشرقي باسم كؤدينا، وكان هذا الربع مسرحا للصراع بين أوما ولقش. كان سكان أوما يستخدمون بالإضافة إلى السواقي والجداول الآبار في الأماكن التي لا يصلها مجرى الماء، فقد عثر على بئر كبير وفي جانبه فتحة قريبة من قمة البئر، كانت تستخدم لسقي المزروعات ونقل المياه عبر السواقي التي كانت مبنية من الطابوق الآجر ومغطاة بالقير، وباتجاه منحدر من منطقة مرتفعة إلى منطقة منحدرة تدريجيا. لقد قدرت مساحة أوما بحوالي 2000 كيلومتر مربع، وربما بلغ سكانها أكثر من 20,000 نسمة في فترة أوري الثالثة. لهذه المدينة العظيمة عدة مميزات في تاريخ حضارات وادي الرافدين أعطتها الريادة في مدن العراق القديم، حيث تعد أول مدينة وحدت دويلات المدن السومرية في إمبراطورية سومرية واحدة بقيادة الملك السومري لوغال زاجيزي الذي أركع جميع مدن بلاد سومر تحت قيادته، وبذلك أصبحت أوما أول عاصمة لأول مملكة أو إمبراطورية في تاريخ العراق القديم، مما جعل تلك العاصمة أغنى مدينة في مدن العراق القديم بعد أن جلب الملك لوغال زاجيزي أهم كنوز مدن بلاد وادي الرافدين ووضعها في عاصمته ومدينته، وكذلك تقديم القرابين من أمراء وكهنة وقيادات المدن الأخرى إلى معبد الإله شارا في أوما ومعابدها الأخرى. اشتهرت المدينة بصراعها الحدودي الطويل مع لقش كما ورد في حوالي 2400 قبل الميلاد من قبل أنتمينا، ووصلت المدينة إلى ذروتها حوالي عام 2275 قبل الميلاد تحت حكم لوغال زاجيزي الذي سيطر أيضا على أور والوركاء تحت اسم سلالة أور الثالثة. كان من أسباب النزاع الذي حدث بين مملكتي لقش وأوما هو الصراع على مصادر المياه والأراضي الزراعية وموارد التجارة الخارجية، حيث كانت أوما تقع في أعالي مصادر المياه. وفي عهد أكورغال حاكم لقش لم يتمكن من وضع حد لاعتداءات ملك أوما أوش على سهل كؤدينا، فانتهى النزاع بينهما تدريجياً، وكان الحكم في هذا النزاع الملك مسلم ملك كيش، فثبت الحدود ما بين الدولتين وأقام مسلات حجرية على الحدود، لكن حاكم أوما أوش نقض الاتفاقية ما بين الدولتين واستولى على حقول لقش، عندئذ شن إياناتم
حاكم لقش الحرب على مدينة أومة وغزا غيرها أيضا، فكان من نتائج هذه الحرب فرض شروط جديدة وغرامات كبيرة، وخلد إياناتم هذه الانتصارات بمسلة عرفت باسم مسلة العقبان أو النسور، حيث صورت المسلة مشاهد الحرب وصورت النسور وهي تنهش جثث قتلى جيش أومة، ويظهر فيها إياناتم وهو يقود جيشه من عربته الملكية. لكن هذا الانتصار لم يكن حاسما، فقد نقضت أومة المعاهدة، حيث استطاع حاكمها أور لما من الانتصار على حاكم لقش الذي خلف إياناتم أنا ناتم الأول الذي استطاع أن يصد هجوم أومة، فيما حقق أنتيمينا آخر حكام لقش الأقوياء إبرام معاهدة جديدة مع أومة مع تحقيق بعض الامتيازات لمدينة لقش. جلب الملك لوغال زاغيزي كنوز الأرض إلى مملكته وعاصمته في أومة، فكانت مطمعا للناهبين. واضطر ملك لقش أنتيمينا إلى حفر نهر جديد إلى لقش بعيد عن أومة وعن الفرات، فجلب الماء بواسطة هذه القناة من نهر دجلة، وهذا ما يعرف اليوم بنهر الغراف، الذي يعد أكبر وأقدم مشروع إروائي في تاريخ العراق القديم. واستخدمت أفكار هندسية مستحدثة في شق هذا النهر من خلال الانحدارات والمناسيب والزوايا. أعقب أنتيمينا في الحكم عدة ملوك ضعفاء، منهم ابنه أناناتم الثاني والملك الفاسد لوغال بندا، لينتهي حكم مدينة لقش بقضاء لوغال زاغيزي ملك أومة على آخر حكام لقش أوركاجينا. لقد وضع لوغال زاغيزي بمقدرته العسكرية الفائقة حداً لنزاع طويل امتد لأكثر من قرن من الزمان بين لقش وأومة، حتى تم دحر لقش نهائياً وأحرق المدينة كلياً تقريباً. وقد ساعدت الأوضاع الداخلية لمدينة لقش لوغال زاغيزي على القيام بعمله هذا بعد أن بلغ فساد وظلم آخر حكامها لمواطنيهم حداً بعيداً. أصبحت أومة مركزاً إقليمياً مهماً، ومن خلال أكثر من 3000 رقيم كشف عنها في الموقع، هي عبارة عن نصوص إدارية واقتصادية من ذلك الوقت سمح بإلقاء نظرة ثاقبة على شؤون أومة. فعلى سبيل المثال، فإن تقويم أومة للشولي القرن 21 قبل الميلاد هو السلف المباشر للتقويم البابلي المتأخر، وبشكل غير مباشر للتقويم العبري بعد السبي. بعد حقب من الانكسارات يبدو أن أومة قد تم التخلي عنها بعد العصر البرونزي الوسيط. زار ويليام لوفتوس موقع تل جوخة عام 1854، وزارها جون بوينت بيترز من جامعة بنسلفانيا عام 1885. وفي أوائل القرن 20 بدأ ظهور عديد من ألواح أومة المكتشفة بشكل غير قانوني من سلالة أور الثالثة في سوق الآثار. تم التعرف على تل جوخة على أنه تابع لجيشة، بينما يقع موقع أومة نفسه على بعد حوالي 6.5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي في أم العقارب. في أم العقارب اكتشف علماء الآثار مستويات تعود إلى وقت مبكر من عصر السلالات ما بين 2900 إلى 2300 قبل الميلاد، بما في ذلك عديد من المباني الأثرية، أحدها تم تحديده بشكل مختلف على أنه معبد أو قصر. بدأت البعثة العراقية التنقيبات بهذا الموقع عام 1999 اعتمادا على مسوحات الراحل طه باقر وغيره من علماء الآثار،
وآخرها كانت من قبل آدمز عام 1972 برئاسة الراحل دوني جورج، لكن احتلال العراق أوقف كل أعمال التنقيب حتى عام 2008. وفي عام 2017 بدأ المعهد السلوفاكي للآثار والتاريخ أعمال التنقيب في تلجوخ. موقع آثار مملكة أوما عبارة عن مدينة كاملة من المعابد والقبور والقصور والحارات السكنية. عثر على اثنين من المعابد، أحدهما طوله 160 مترا وقد أطلق عليه المعبد الأبيض، وسمي بهذا الاسم لأنه كان مطليا بالجبسون الأبيض. ويحتوي هذا المعبد على ثلاث بوابات ضخمة و16 عمودا اسطواني الشكل قطره 160 سنتيمترا، وهنالك غرفة للآلهة لكن لم يعثر فيها على تماثيل للعبادة. أما المعبد الآخر فقد عثر عليه من قبل البعثة العراقية، وقد أطلق عليه دوني جورج المعبد H. كانت عرض جدرانه في بعض الأماكن 11 مترا وبارتفاع 8 أمتار، وأكثر سقوفه كانت من خشب الأرز، وقد استخدم القصب على شكل بارية للسقوف. وللمعبد أهمية كبيرة كونه معبد سومري والمعبد الوحيد في بلاد الرافدين تمكننا من معرفة كل تفاصيله. فجدران المعبد تم بناءها من اللبن، مع العلم أن السومريين قد دفنوا هذا المعبد للحفاظ عليه، لكن السبب الرئيسي لم يعرف لحد الآن منذ عصر سلالة أور الثالثة. وعثر على أبنية إدارية تقوم بخدمة القصر والمعبد، لأن المعبد هو مركز ديني اقتصادي أي مكان للعبادة وتقديم القرابين، ومركز تجاري اقتصادي إداري، وكان يدار من قبل كبير الكهنة في الشؤون الإدارية السانجا، ويساعد السانجا مجموعة من الكهنة في المعبد تدعى داتو. هذا هو أحد المواقع التي نقبت بها البعثة التشيكية في الأعوام 2018-2019، وكان من المؤمل أن تعود في السنة السابقة، لكن بسبب الجائحة تأجل موضوعها. من آلهة مدينة أوما شارا، وهو إله الغلة الزراعية، إذ كانت المملكة تنتج بحسب الرقم الطينية التي سجلت تفاصيل إنتاج كميات كبيرة وهائلة من الحنطة والشعير تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان. عثر المنقبون على أنابيب لتصريف المياه الثقيلة، كانت على نوعين، أفقية وأخرى عمودية، عبارة عن أنابيب مصنوعة من الفخار وبأقطار مختلفة، منها بقطر 10 سنتيمترات وأخرى بقطر 20 سنتيمترا وأخرى بقطر 50 سنتيمترا. الأنبوب الأخير كان موضعا بشكل عمودي يدخل نهايته إلى باطن الأرض بعمق 12 مترا أو أكثر نزولا. ومن الآثار المكتشفة من خلال فتح القبور القديمة في موقع مملكة أوما السومرية، هناك أدوات لحفاظ المكياج للنساء ضمت مجموعة ملونة من المساحيق باللون الأحمر والأسود والأخضر والظل الكستنائي، كما عثر على الجرة الحمراء اللون التي كانت تحتوي على مادة باللون الأحمر، يبدو أنها كانت تستخدم لطلي الشفاة عند النساء. بعد الغزو الأمريكي والفوضى التي أحدثها، تشجع لصوص الآثار على اقتحام الموقع وعديد من المواقع الأخرى في شمال العراق ووسطه وجنوبه، لكن أوما كانت الضحية الأكبر لقربها من مناطق عرفت باستقطابها لمافيا الآثار، فتعرضت لواحدة من أكبر عمليات النهب الآثاري والتنقيب غير المشروع. وتظهر الصور الجوية فداحة الضرر الذي لحق بالموقع على الرغم من الجهود التي تبذل لحمايته ومنع التعدي عليه.
رأينا مجد علا ثم انطفأ ولم يبق منه إلا التاريخ. كنت معكم في المنقب.